السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. আমার নাম মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম। আমি দারুল খলুদ কেরাতুল কোরআন হাফিজিয়া মাদ্রাসায় পড়ি। আমি হিফজ বিভাগে পড়ি। আপনারা সবাই আমার জন্য এবং সকল মাদ্রাসার ছাত্র ভাইদের জন্য দোয়া করবেন এবং আমাদের মাদ্রাসার উস্তাদগণের জন্য এবং সকল মাদ্রাসার উস্তাদের জন্য দোয়া করবেন এবং আমরা যেন সহি শুদ্ধভাবে কোরআন শিখতে পারি এই জন্য আপনারা সকলেই দোয়া করবেন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، النجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.